السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صديقاتي التلميذات اصدقائي التلاميذ مرحبا بكم في فيديو جديد ، اليوم لنا موعد مع النص الشعري الخاص بالاسبوع الرابع دائما الوحدة السادسة وحدة مجال السياحة دائما مرجع المفيد في اللغة العربية الخاص بالسنة الرابعة من التعليم الابتدائي اذا اصدقائي النص الشعري تحت عنوان مراكش الحمراء اذا قبل قراءه النص الشعري سنجيب عن الفقره الاولى فقره الاحظ واتوقع اذا اصدقائي السؤال الاول العنوان يتركب من كلمتين اذكر العلاقه بينهما اذا العنوان يتكون من كلمتين مراكش والحمراء اذا اصدقائي الجواب عن هذا السؤال يتركب العنوان من كلمتين مراكش والحمراء، وتكمن العلاقة بينهما في كون كلمة الحمراء تميز وتصف مدينة مراكش، إذا أصدقائي فكلمة الحمراء هي كلمة واصفة ومميزة لمدينة مراكش، إذا فهي المدينة الوحيدة المميزة بهذه الصفة نقول مراكش الحمراء، إذا سؤال موالي اتوقع من خلال المشهد عن اي موضوع سيتحدث النص اذا لاحظوا معي المشهد هو عباره عن صوره لمنتزه المناره كما تعرفون فهذا المنتزه يوجد بمدينه مراكش اذا اصدقائي من خلال المشهد يعني جواب عن السؤال الثاني من خلال المشهد الذي يبرز المعلمه التاريخيه المميزه لمدينه مراكش المناره نتوقع ان يتحدث النص عن مدينه مراكش اذا انطلاقا من العنوان والذي هو مراكش الحمراء وانطلاقا من المشهد اذا فبطبيعه الحال سنقول بان القصيده الشعريه لن تتحدث الا عن مدينه مراكش و يعني مآثر ومميزات و يعني جميع مميزات مدينه مراكش اذا هذا فيما يخص الاجوبه عن فقره الاحظ واتوقع اذا ساقرا عليكم النشيد ثم سنمر مباشره للاجابه عن الاسئله اذا تابعوا معي مراكش الحمراء فيك مسرتي ولديك احلام المنى تتحقق فاذا حللتك فالحياة الحياه بهيجه واذا نزحت فمهجتي تتحرق في كل ناحية مروج تختفي فيها زهور, زهور كالعيون تحدق وشقائق النعمان فيها راية حمراء في تلك المرابع تخفق لم أنس يوما ولست يوما ناسيا متعا بمنتزه المنارة تعشق وماثر القصر البديع وما حوى اجدال من جنات حسن تونق وحدائق الباب الجديد ومنظرا عند الغروب يكاد سرا ينطق والشمس فوق جليز تلفظ روحها وتودع البلد البهيج وترمق مراكش الحمراء صوني عهدنا إني بعهدك في النوى أتعلق إذا أصدقائي قبل المرور إلى الإجابة عن الأسئلة المرافقة لهذا النص الشعري إذا فهذه القراءة التي قرأتها عليكم هي قراءة شخصية فأنا أحب أن أقرأ النصوص الشعرية بهذه الطريقة يمكنكم أن تختاروا مثلا لحنا معينا يعني مع أستاذكم أو أستادتكم وتقرؤون النص الشعري يعني انطلاقا من ذاك اللحن ويعني عبر ذلك اللحن، أما أنا الآن فأنا قرأت عليكم فقط القصيدة ولم أنشد القصيدة، إذا نمر مباشرة إلى الأجوبة الخاصة بالفقرة الأولى فقرة أفهم، إذا السؤال الأول أضع علامة في في خانة الشرح المناسب لكل كلمة بحسب سياقها في النص، إذا مسرتي تعني فرحتي. حللتك تعني زرتك نزحت تعني هاجرت شغف تعني حب السؤال الموالي أذكر الأوصاف التي أطلقها الشاعر على مراكشة إذا الجواب عن هذا السؤال إذا تابعوا معي وصف الشاعر مراكشة بالحمراء حيث توجد المسرة وتتحقق أحلام المنى والحياة البهيجة. إذا الوصف الرئيسي الذي وصف به الشاعر مدينة مراكش هو الحمراء، حيث المسرة وتتحقق أحلام المنى وحيث الحياة البهيجة. إذا الجواب عن السؤال رقم اثنان وصف الشاعر مراكش. إذا وصف الشاعر مراكش بالحمراء حيث توجد المسرة وتتحقق أحلام المنى والحياة البهيجة. السؤال رقم ثلاثة أحدد المعالم السياحية المذكورة في النص. إذا أصدقائي المعالم السياحية المذكورة في النص هي منتزه المنارة قصر البديع جنان أجدال حدائق الباب الجديد وغليز. إذا جميع هذه المآثر ذكرت في القصيدة الشعرية الآن نمر إلى فقرة أحلل مع السؤال رقم أربعة أملأ الجدول بالمآثر العمرانية ومظاهر جمال الطبيعة المذكورة في النص إذا المآثر العمرانية التي ذكرت في النص هي منتزه المنارة مآثر القصر البديعي أجدال جيليز إذا جميع هذه المآثر عمرانية ذكرت في النص إذا بالنسبة لمظاهر جمال الطبيعة إذا فذكرت شقائق النعمان منظرا عند الغروب جنات حسن مروج فيها زهور كالعيون إذا وصف الشاعر جمال الطبيعة بهذه العبارات السؤال رقم خمسة أبين الشبه بين شقائق النعمان والراية الحمراء إذا جواب عن السؤال رقم خمسة الشبه بين شقائق النعمان والراية الحمراء أو الحمراء يكمن في اللون الأحمر المميز للعلم الوطني وكذلك المميز لزهرة شقائق النعمان إذا فشقائق النعمان تتشابه مع الراية الحمراء في لون التويجات المكونة لزهرة شقائق النعمان فهي حمراء اللون رقيقة تتمايل تتمايل يعني كأنها راية يعني ترفرف وتداعب وريقاتها وتويجاتها يعني هبوب النسيم وهبوب الهواء الخفيف إذا هذا هو وجه الشبه بين شقائق النعمان والعلم الوطني أو الراية الحمراء السؤال رقم اثنان، ألون خانة ما يجذب السياح لزيارة مراكش، إذا لونت الخانة الأولى مآثرها التاريخية ومناظرها الطبيعية، إذا هاتين أو هذين السببين هما اللذان يجذبان السياحة لزيارة مراكش مآثرها التاريخية ومناظرها الطبيعية، الآن نمر إلى فقرة أنشد وأقوم. أختار البيت الذي أعجبني وأعلل اختياري، إذا أصدقائي يمكنكم أن تختاروا أي بيت شعري شريطة أن تعللوا يعني اختياركم لهذا البيت وما الذي أعجبكم فيه بالضبط، إذا بالنسبة لي أعجبني البيت الذي أعجبني هو مراكش الحمراء صوني عهدنا إني بعهدك في النوى أتعلق، وسبب إعجابي بهذا البيت لأنه يعبر عن تعلق الشاعر بمدينة مراكش وحبه لها. السؤال الموالي والاخير: أعبر عن مضمون البيت بأسلوب الخاص. إذا البيت هو: فإذا حللت كيف الحياة بهيجة وإذا نزحت فمهجتي تتحرق. إذا أصدقائي في قراءة لهذا البيت الشعري، إذن يعبر البيت الشعري عن الحالات النفسية للشاعر في قربه وبعده عن المدينة الحمراء، حيث وصف حياته بالبهيجة عند حلوله بالمدينة، وإذا هاجر وابتعد عن المدينة تتحرق روحه، إذا أعيد، يعبر البيت الشعري عن الحالات النفسية للشاعر في قربه وبعده عن المدينة الحمراء، حيث وصف حياته بالبهيجة عند حلوله بالمدينة، وإذا هاجر وابتعد عن المدينة تتحرق روحه. إذا أصدقائي صديقاتي، بهكذا نكون قد أنهينا الإجابة عن جميع الأسئلة المرافقة لهذه القصيدة الشعرية، أتمنى لكم متابعة طيبه الى حين لقياكم في فيديو قادم ان شاء الله تعالى الى اللقاء